نذهب مباشرة إلى معنى الدكتورة ألا السموني من داخل مجمع الشفاء الطبي. دكتورة مرحبا بك، ما الملاحظ دكتورة؟ ما المعلومات المتوفرة لديكم من هذه العملية العسكرية؟ ما الذي يجري داخل المجمع؟ احنا وصلنا في مستشفى الشفاء، الدبابات على البوابة، حكون انه في عند المبنى الكلى في كمان دبابات وقذائف دبابة وغرفة شظايا، صار في عندنا مصابين في الطاقم الطبي من التمرين. حاليا الوضع ما بنعرف ايش بصير برا، احنا جوا حكينا انه حيضلوا اطباء العناية وحيضلوا مصابين عندهم، واحنا كل والباقي كله حيترحل للجنوب لشارع الرشيد. هاي الوصول دكتورة، عذرا كنت تتحدثين بأنه تم الحديث لكم تم، هل كان هناك اتصالات أم كان هناك عبر المكبرات الصوت توجيه هذه الرسائل؟ ما الذي لو ممكن أن تعيدي، ما الذي قالوه لكم؟ إنه حيضلوا أطباء العناية ومعهم مصابين في العناية والباقي كله حيترحل للجنوب. سيتم إجبار وإخلاء قسري لجميع من متواجد هو داخل المجمع دكتورة؟ صحيح، هو كده حكون لأنه حيقتلوا، وإحنا أطباء العناية حنضل هنا في الشفا والمصابين في حالات الحرجة. نعم، فقط لنوضح، سيتم فقط بقاء الكادر الطبي مع المصابين أو الجرحى منهم يعانون من حالات خطرة. هل هناك من أعداد متوافرة أو تقديرية دكتورة لديكم بالنسبة إلى الكوادر الصحية والجرحى؟ طبعا في حالات كثيرة في القسم. هل هناك من أعداد دكتورة؟ صراحة الإحصائية شاملة، بس يعني هنا عندنا في العناية في عدد يعني. طيب بالنسبة إلى أيضا الحالات، يعني تتحدثين عن، قيل لكم بأن هناك جرحى سيتم بقائهم في المجمع، هل تم تحديد هذه الحالات أم حاليا؟ لا، الموت ما شيء من ليش. طيب بالنسبة إلى موضوع، نعم تفضلي دكتورة. ممكن ما يجي من الجيش، يعني احنا حاليا في قسم الطوارئ تحت مصابين، بس ما نعرف ايش يعني برا، ايش في الاقسام الثانيه ايش صار، وكل المرضى لحاليا باقيين يعني نفس القسم، ما في اي تغيير. دكتوره، تم استهداف قسم الطوارئ صحيح؟ لا، هذا الشيء خاطئ، احنا في قسم الطوارئ ما صار لنا اي استهداف. طيب بالنسبة إلى موضوع الجرحى، موضوع الحالات من خلال هذه الاستهدافات، هل وصلكم؟ نعم، بعض الغرف إجت عليها شظاير يعني، بس استهداف بشكل مباشر لا، إطلاق نار غرف الجهة الجنوبية. هل دكتورة تم تحديد موعد لعملية الإخلاء القسري لمجمع الشفاء؟ لم يخبروكم بأي شيء سوى أنكم ستبقون الكوادر الطبية والجرحى بحالات معينة سيبقون في المجمع؟ حاليا ما صار معنا حديث بشكل مباشر، الفكرة أن احنا سمعنا من مكبرات الصوت لا أكثر ولا أقل. لم يتم الاتصال بكم بشكل مباشر، وإنما سمعتم عبر مكبرات الصوت، صحيح دكتورة؟ صحيح. طيب بالنسبة، هل لديكم أي معلومات دكتورة متوافرة حول الأقسام الأخرى؟ وأيضا عمليات هناك كانت تجري، تم الحديث عن مصادر بأن هناك أيضا أعداد من الجرحى من خلال هذه الاستهدافات التي طاولت مبنى الجراحات التخصصي واشتعال النيران وغيرها من الأقسام أو المراكز، وأيضا كان هناك حالات في مبنى الولادة أيضا. إحنا حاليا حكيت لك إن إحنا محاصرين في مبنى الطوارئ، ما قدرنا نطلع. طيب الحالة لديكم، الوضع لديكم في قسم الطوارئ دكتورة كيف هو؟ هو إحنا أول ما صحينا إجت شرايا، وفي أحد
طاقم هو أحد المستمرين بالثورة، بس الحمد لله الحرب مستقرة حاليا، يعني ما بنعرفش ايش بصير برا وما بنعرفش ايش حيعملوا معنا مستقبلا. بسبب الاستهدافات دكتورة، لا تعلمون ما يجري في الخارج، أم بسبب المحاصرة، أم بسبب منعوكم من الخروج، أم ماذا؟ احنا من وين نطلع؟ يعني احنا ما بنقدرش نطلع، اي حدا بيطلع ممكن نتصور، فاحنا جوا حنين حالنا. طيب بالنسبة أيضا إلى الأوضاع داخل، يعني ذكرت بأن هناك بعض الحالات كان هناك استهداف أيضا شظية أصابت مسعف وتم علاجه، ماذا بسبب الأوضاع، أوضاع الناس الأخرى؟ هل هناك من حالات، هل هناك من نازحين داخل الأقسام لديكم؟ يعني طبعا لو توصفين الوضع في قسم الطوارئ بشكل عام كيف هو؟ قسم الطوارئ بشكل عام احنا كأطباء موجودين حاليا في قسم الطوارئ، نستنى ايش حيعمل فينا ليش او ايش بدهم منا او ايش حيقرروا. اما بالنسبه للمرضى حاليا باقيين، كنا ما حدش اخذنا القسم، كنا موجودين في داخل القسم محاصرين، حكيت محاصرين وما بنقدرش نطلع بدون أي علاجات بدون أي طاقة، إلا طاقة شم كل ثلاث حالات وفاة لحتى الآن. طيب دكتورة، أيضا بما أنكم أنتم في قسم الطوارئ فتستقبلون حالات إن كان بموضوع الجرحى أو بموضوع الشهداء، هل هناك من أي أعداد تقديرية أيضا أو ما استقبلتموه خلال السبع ساعات من خلال هذه العملية حتى الآن؟ لا اصابات يعني لينا، لكن في اطلاق نار. كان هناك إطلاق نار لكنكم لم تستقبلوا أي حالات، يمكن بسبب ما يجري في الخارج. طيب بالنسبة إلى الأعداد، أيضا أسألك مرة أخرى دكتورة، هل هناك من يعني أيضا تقدير بعددكم أنتم ككوادر طبية متواجدون داخل قسم الإسعاف؟ عذرا الصوت ليس واضح بشكل جيد دكتورة، لو ممكن أن تعيدي على مسامعنا من جديد. احنا حاليا في اطباء. الو، نعم أسمعك دكتورة تفضلي. حاليا في اطباء طوارئ، طاقم وطاقم التمريض. طيب بالنسبة إلى الوضع أيضا الإنساني في قسم الطوارئ كيف هو؟ ما الذي تستطيعون، ما المتوفر لديكم أيضا دكتورة؟ حاليا يعني ما عندهم كمان عارف عليه، يعني أدوات قليلة عندنا، طاقم فيها كنا على العتمة قاعدين، وحاليا ما نقدرش نوصل حتى للمرضى اللي في العناية، يعني ما نقدرش نوصل لهم نقدم أي خدمة صحية، لأنه شو اسمه نخاف من أي إطلاق نار. نعم، شكرا جزيلا لك دكتورة آلاء سموني المتواجدة في مجمع الشفاء.